الزميلات الزملاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتوجه إليكم جميعا في كافة أرجاء الوطن وإلى أبناء شعبنا الأردني الطيب بأجمل التهاني، راجيا من الله أن يعيده علينا وقد تجاوزنا هذه الغمة وعدنا إلى ممارسة حياتنا الطبيعية. يسرني أن أتوجه باسمكم جميعا بتحية إكبار وإجلال إلى الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وكوادر طبية مساندة، وأيضا إلى زميلاتي وزملائي المهندسين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية وفي كل المواقع الخدمية في هذه المرحلة. كما أتوجه بتحية إكبار وإجلال إلى قواتنا المسلحة الأردنية.